يوم الأربعاء المقبل تبدأ حلقات التسابقية لبرنامج الفرصة. 30 شركة وصلت للاستوديو بعد جولات المحافظات والتصفيات تخوض صراع الأقوياء والمنافسة الأكثر صعوبة أمامي وأمام لجنة التحكيم الرئيسية التي تتكون من 4 أعضاء دائمين وحكم خامس يشارك لجنة التحكيم كضيف في كل حلقة من حلقات الاستوديو. لجنة التحكيم بتتكون مجموعة من أهم المستثمرين والخبراء في مجال ريادة الأعمال، كان لهم دور كبير خلال مسيرتهم الطويلة في دعم واحتضان عدد كبير من الشركات الناشئة التي نجحت وبيعت بعد ذلك بمئات الملايين من الدولارات. وزي ما أنا فخورة الحقيقة وبحيي لجنة التصفيات اللي كانت معانا في المحافظات وبحيي كل المشاركين معانا من الشركات، لأن أنا فخورة جدا بلجنة التحكيم الرئيسية، لجنة الرعب الكامل اللي أعضائها جولنا مخصوص من السيليكون فالي ومن دبي وفرغوا من وقتهم عشان يكونوا معانا ويناقشوا الشركات ويختاروا الأفضل. مش هقدر أقول لكم مين الطيب ومين الشرير، مين صعب ومين سهل في تقييماته، لأن كلهم كان هدفهم في الأساس أن الأفضل هو ينجح والسابق القادر على المنافسة والنمو واللي عنده بيزنس موديل قابل للتحقق هو اللي يكمل. في كل حلقة هيكون معانا من يوم الأربع 3 متسابقين في المنافسة للمنافسة على جوائز أسبوعية كبرى. فائز هيصعد للحلقة الأخيرة اللي فيها أيضا جوائز مليونية ومفاجآت هنعلن عنها في الحلقات. هتشوفوا في الحلقات مشاعر كتيرة، قلق وتوتر ودموع وفرح، وجمهور من أهالي وأصحاب الشركات والعاملين معهم بيشجعوهم ويسندوهم طوال 10 حلقات تسابقية بالإضافة لحلقة الفاينل. تعالوا سوا نتعرف على لجنة الرعب الكامل، لجنة تحكيم الفرصة. أعضاء لجنة تحكيم الفرصة السنة دي: دكتور عمرو عوض الله، مستثمر مصري من سيليكون فالي بكاليفورنيا، أسس شركة كلاوديرا وهو عمره 38 سنة وباعها ب5 مليار دولار، أسس شركة أبتيفيا واشترتها منه ياهو العالمية، عمل نائبا لرئيس علاقات المطورين بجوجل كلاود. عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، أسس وقاد عدة شركات في مجال التجارة الإلكترونية، قاد تحويل الشركة الناشئة سوق إلى أمازون بمصر، عضو بمجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية. وائل فخراني، مستثمر وخبير مخضرم في شركات التكنولوجيا، شغل مناصب عليا بشركات عالمية بالشرق الأوسط مثل جوجل وأوراكل وآي بي أم. أمل عنان، شركة جلوبال 500 العالمية في مصر، كبير مسؤول استثمار وقف الجامعة الأمريكية، قادت صندوق المشروعات المصري الأمريكي منذ تأسيسه حتى وصل حجم أعماله لمليار جنيه.